موضوع مهم قوي قوي قوي، وفعلا زي ما كنت بتكلم زمان كنا بنشوف كبار السن هم اللي عندهم مشاكل في العظام وده طبيعي، لكن دلوقتي بجد احنا عشرينات ثلاثينات بنبتدي نشتكي. هو ايه الموضوع؟ أسباب كتيرة جدا 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 يا نهاوند. فعلا في العشرينات والثلاثينات ده مش سن خالص أشتكي من ظهري، ده مش سن خالص أشتكي من ليه بندهن بقى حاجات يا جماعة اللي جرالنا. أسباب كتير من الأسباب أكيد سوء التغذية، سوء الأكل الصحي، الأكل اللي مفيهوش فيتامينز، النقص الرهيب في الكالسيوم، النقص في الكالسيوم، النقص في فيتامين د، التدخين. التدخين على فكرة بيعمل آثار سلبية كتيرة جدا، لأن التدخين بيضيق لي الأوعية الدموية، فالدم اللي حامل الكالسيوم وحامل الفيتامينز ما بيخشش يغذيلي العظم، العظم بيتعب قوي. عندك كمان الـ بتلاقي شباب ما بيتحركش كتير، مريحين، المكاتب، الموظفين، الخروجات، الكافيهات، كله قاعد وما بيلعبش رياضة. الرياضة بتعلي لي كثافة العظم. رياضة ايه يا دكتور؟ ده احنا عندنا ثقافة ان انا لو داخل سوبر ماركت ولا مكان عايز اركن قدامه، لو اركن جنب الترابيزة اللي حاض عليها. عندك حق والله. وانا ساعات بعمل كده احنا كلنا يعني على الاقل نمشي، لان المشي نركن بعيد شوية. لو السوبر ماركت جنب البيت اخد خطوتين مشي. صحيح. والستات البيوت اللي عندهم طبعا الناس بتساعدهم في البيت، قومي اتحركي، اشتغلي بايدك، اعملي اي حاجه، ما تفضليش قاعده. والقعده على فكره بتاثر، يعني لازم طول الوقت قاعدين فاردين ظهرنا. لو من واحنا صغيرين قاعدين عاملين كده يعني مقوسين. فكرتيني والله بكلام مامتي. فعلا. طب يا بنتي قومي اتحركي شويه. قومي اتحركي. تبقي قاعده وكل حاجه عماله تطلبيها من الناس. فعلا في لا وانا موجود. يمكن وانا صغيره كنت على طول قاعده كده من حالي. أيوة. الاقي جدي الله يرحمه يروح ضاربني في ظهري، افردي ظهرك، لانك لما تكبري ده هيحصل تقوس. عندك اكيد برضو من اصحاب الامراض المزمنه مثلا زي مرض السكر، اكيد بيحصل له ممكن مشاكل في العظم عشان الاوعيه الدمويه، الدم ما بيوصلش قوي. فلازم نعمل نتبع اسلوب حياه صح، نقعد قاعده صح، نمشي، نقلل التدخين، المشروبات الغازيه. عندك مثلا الاكثار من المشروبات الغازيه بتمنع لي امتصاص الكالسيوم. ده في ناس بتشربها اكتر ما بتشرب ميه. انا اعرف ناس كتير كده. ما دي مشكله، لازم نحد من المشروبات الغازيه، لان المشروبات الغازيه بتمتص لي الكالسيوم. انا مش عايزه ده، انا عايزه لما اخد كالسيوم سواء من الالبان، من الجبن، هنقول منين مصادر الكالسيوم، الجسم يمتصه. واكيد لو عندي مشكله في الجهاز الهضمي طبعا، لان الجهاز الهضمي هو الاساس، يعني المعده دي ده كل حاجه. الجهاز الهضمي عندي اي مشكله اجري على الدكتور. ما استناش. كل الحاجات دي لو اتبعناها صح ناخر شويه مشاكل العظم. صحيح. طب ايه الخلايا اصلا اللي بتكون العظام؟ يعني خلينا برضو نخش ناحيه علميه شويه. الخلايا بتبقى فيها ميه، فيها املاح معدنيه، فيها الكولاجين. الكولاجين مهم قوي، وعندي مشكلة في قصة الكولاجين ان بعد سن 25 سنة بينقص. خمسة ده بدري قوي. والله ما يستنونا ال 45 مثلا. ده بينقص. لا ده بينقص. بعدين 90% من بروتينات جسم الإنسان عبارة عن كولاجين. الكولاجين أول ما بينقص بيأثر جدا على الغضاريف، جدا بيأثر على الوش، لأن الوش محتاج الكولاجين، هو اللي بيدي نضارة وهو اللي بيمنع لي التجاعيد. فلازم أعرف إزاي أدير الكولاجين بتاعي. حاجة حلوة قوي إن في فيتامينات بتقدر تعزز لي على إنتاج الكولاجين زي فيتامين سي. أو النحاس على فكرة بيعزز لي على إنتاج الكولاجين. فمهم قوي إن أنا أعرف أعزز على إنتاج الكولاجين وأثبته معايا. طبعا إحنا شايفين على الشاشة يا نهاوند. أيوة. ألب مالتي فيت. عايزة أقول حاجة معاكي مهمة جدا، كل السادة المشاهدين المحترمين والسادة العملاء الكرام اللي بيتفرجوا علينا، احفظوا العلبة. لأن أحيانا أنا لقيت حد من السادة العملاء بعت لي قال لي يا دكتورة دينا ده أنا رحت الصيدلية لقيته خلصان، فداني بديل. بعد اذنكم يا جماعه احفظوا العلبه، احنا ما عندناش بدائل. دكتور دينا اكدت على الموضوع ده اكتر من مره، ألب مالتي فيت ما فيهوش بديل. بالزبط. يعني ما حدش يقول لك ده زيه بالظبط، دي نفس الشركه، دي نفس مش عارف المكونات. لا ده كلام من المصدر، ما فيش بديل لده، لان برده وممكن على فكره يديله بديل اغلى، يعني أيوه. مش شرط ارخص خالص. فالكلام ده لازم نخلي بالنا. وعايزه اقول ان سعره رائع، العبوه بتكفي شهر 30 قرص. احنا شايفين قدامنا التركيزات والحاجات بتاعت ألب مالتي فيت، تركيزاته معقوله جدا، من الزنك، من الكالسيوم. لو انا النهارده هخصص عندي كالسيوم. لكن مهم اقول لهم يا جماعه، هو اتس نوت ثيرابي،
عشان ما حدش يقول دكتوره دينا بتقول كذا. اتس نوت ا ثيرابي، هو مش علاج يعني، هو مكمل غذائي داعم. لان عندك الكالسيوم 70 ملي جرام، الـ 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 لو حد عنده مشاكل كبيره في العظم ودخل في هشاشه محتاج تركيز اعلى بكتير. exactly. فما نقدرش نعتمد وقتها على البو مالتي فيت. طيب. فدي ده مهم. طب بالنسبة لهنا يعني أنا دلوقتي شخص مش عارف إذا كان عندي نقص في الكالسيوم ولا لا، إيه الأعراض اللي تخليني أبتدي أشعر إن في نقص؟ طبعا التهاب المفاصل أكيد، عندك على فكرة فقدان الشهية برضو، عندك مفيش حاجة تانية لفقدان الشهية تبقى طبيعية كده يعني تبقى حاجة جميلة الصراحة. أيوة. غير إن حد ينكد علينا يعني. أيوة صح. هو الأكل حاجة حلوة بكل متعة. لا متعة صراحة. أيوة. عندك التقلصات العضلات كمان من الأعراض، عندك الضوافر. ناس كتير بتشتكي من الضوافر، الضوافر عايزة كالسيوم. الكالسيوم مهم للضوافر، والبيوتين مهم والزنك مهم، من اهمهم طبعا الكالسيوم. اول ما الكالسيوم بيقل بتلاقي في نقط بيضه وبتلاقي على طول الضوافر بتاعتك اتكسرت. دي اهم الاعراض طبعا، والكسل والخمول اكيد وعدم التركيز احيانا.